وزن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم فضيلة سالم. إن شاء الله النهاردة معنا وزن طبق، طبعا ده الرزيف بتاعنا وده القمر، القمر تمام بدر، وده الإشارة هنا. ونروح هذا الجهاز قم نوزن هذا بتاعنا. الجهاز هنا مكتوب LNB تولومبي، وهنا هذا تو ريزيفر تو REG. طبعا معنا الفيشة ده، نروح خارج للريزيفر ونربطه للطبق. بسم الله نبدأ. طبعا الفيشة السلك الماشي للتلفزيون تو RNG تو RNG ده طبعا ماشي، نربطه هنا. فده طبعا ماشي للأولمبي، تو أولمبي، تو أولمبي، أهو تو أولمبي. نربطه بالشكل ده. فنروح خالي هنا الجهاز بتاعنا، ونلفه نبرم الستلايت بيعطينا إشارة على طول يصفر. بيعطينا إشارة على طول نبرم فيه الجهاز شكله وزن. خلاص أعطانا إشارة، هو صفارة زهر سامينه صفارة. طبعا يتوزن إن شاء الله الجهاز، إن شاء الله وزناه بالشكل ده فخلت وزن، فالجهاز بتاعنا هيكون يصفر، هينور بالشكل ده. فإن شاء الله الوزن، فنروح خالد نشوفه. فإن شاء الله ظهر معنا 18 جبنا الإشارة 53. فنخش نطلع منه نشوفه الريموت. طبعا هو اشتغل، كل القنوات شغالة إن شاء الله. كده وزناه بس ما فيش صوت، فده كل القنوات حدث طبعا، زي ألوان زي أفلام الميسي بولوود. طبعا ده قنوات الأخبارية. فكان معكم فضيلة سالم، فدينا طيبين.